هم فنان كان عظيم واعطى، ومين منا ما تشكلش وجدانه باعمال الثلاثي؟ مين منا لم يبتسم ولم يضحك من اعمال جورج سيدهم؟ طبعا احنا لولا الظرف اللي بتمر بيه البلد كان كل الفنانين موجودين وكل جمهوره، فانا بعتذر عن يعني عدم حضور الفنانين، طلبت منهم دوت واكتفينا بالمجموعه اللي موجوده، مدام الهام شاهين، مدام دلال عبد العزيز فنانة رمزي، وانا والزميل مصطفى حجاج عضو مجلس النقابه معانا. احنا بنتقدم لاسرته، بنتقدم لمحبيه وعشاقه بخلص التعازي، بنتمنى له ان شاء الله يعني ان يكون مثواه الجنه والوسط الصبر والسلوان. رحل جورج سيدهم بجسده، لكن يظل فنه باقيا، يظل فنه يعني مدرسه تعلم منها اجيال واجيال، وربنا يرحمه. شكرا جزيلا.